من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية ترسيلة، ننطلق مع البداية ومع الاندفاع الجميل على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات. مشكورة لهجن الرياسة، يتقدم عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التدريب والتضمير. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات، المركز الثاني هناك أيضا الوصول والتقدم من شعار هجن الرياسة، يتقدم مع شواهين في هذه اللحظات على ثاني المراكز، واللي ضمر شواهين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع المركز الثالث. وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمداب بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التدريب. أيضا الوصول والتقدم والتسلل في هذه اللحظات من هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمداد بن زايد آل نهيان، جمعة بن عتيق الرميثي يتواصل في عملية التدريب على المركز الثاني. انتقل مباشرة مع المركز الرابع في هذه اللحظات، شواهين لهجن الرياسة واللي ضمنها محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. انتقل مباشرة مع المركز الخامس في هذه اللحظات، وصول من مشكورة لهجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد على خيلي في عملية التدريب والتضمير. بينما الوصول والتقدم من الشاهينية لهجن الرياسة، يتقدم المستحيل، يتقدم المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري في عملية التدريب والتضمير. وصول منها الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم بن السهيل العامري. أيضا على المركز الثامن المركز التاسع وصلت شواهين وتقدمت بشعار هجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، الشعار الذي سجل هناك أيضا التوقيت الأفضل في هذا المساء. بينما هناك الوصول والتقدم من الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد المكتوم حمد بن ضعيف بن حمد بن قدير يتواجد على المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى، ولكن تابعوا من خلف العشر المراكز الأولى في شعارات لم يحين موعد دخولها إلى عالم النداء. أعود إلى الصدارة والمقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات، الشاهينية هناك أيضا على الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. من يتابع هذا الشعار يتابع انطلاقة الشاهينية على الصدارة والمقدمة. المركز الأول هنا، الله يا سلام، الشاهينية هناك أيضا وصلت ولكن تدخلت هملولة، وصلت هملولة على المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد نهيان، جمعة بن عتيق الرميثي المحترف يحترف في هذا المساء. بينما المركز الثاني وصلت مشكورة هنا، الله بدت حرارة الشوط ترتفع، هناك مشكورة وصلت لهجن الرياسة يتابع مشكورة البارع، هناك أيضا البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يتابع انطلاقة مشكورة هنا أيضا على المركز الثاني. أتابع هناك أيضا، أتابع المراكز الخلفية، أشوف سيل جارف هنا قادم من المراكز الخلفية في هذا المسار. شوط الوداع، شوط الختام، من سيغلق الستار في هذه الأمسية، أمسية اللقاية هنا بشعارات يا أصحاب السمو والشيوخ. وصول هناك أيضا وتقدم من شواهين لهجن الرياسة، وصل محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التدريب والتضمير. ولكن المستحيل، المستحيل الذي لا يعرف المستحيل مع الشاهينية أيضا بشعار هجن الرياسة، هكذا النداء. مشكورة وصلت بشعار هجن الرياسة، الشواهين وصلت بشعار هجن الرياسة، هكذا الأسماء التي بدأت تتقدم باحثة عن نقطة ذهبية، باحثة هناك أيضا عن الناموس هنا والانتصار. ولكن المقدمة والصدارة، المركز الأول هنا، الله يا سلام، شوفوا البداية هنا مع هملولة، هملولة السلالة الهملولية على الصدارة والمقدمة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد نهيان، جمعة بن عتيق الرميثي على الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. بدينا في العد التنازلي، بدينا في جولة الأوامر النهائية هنا، شعارات هجن الرياسة مع هناك أيضا المضمرين، مضمرين هجن الرياسة يتقدمون هنا، الكل باحث عن نقطة، الكل باحث عن الناموس في هذا الانتصار. ولكن المستحيل، المستحيل هنا يتسلل على الصدارة على المركز الثاني في هذه اللحظات، هملولة صامدة على مقدمة هذا الشوط.
مع المركز الاول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد انهيان، جمعه بن عتيق الرميثي، يلا هي المحترف وصول هناك من مشكوره على المركز الثاني بشعار هجن الرياسه، وصل هناك البارع، يتقدم البارع مع ال 500 متر الاخيره هنا، شواهين لهجن الرياسه ولكن هملوله على الصداله، هملوله هملوله هملوله، ولكن الشاهينيه هناك ايضا، الشاهينيه قادمه، الخطر حضر، الخطر حضر مع جوله الاوامر النهايه، الشاهينيه ولكن هملوله، هملوله والشاهينيه في موقع واحد، في مسار واحد هناك ايضا، ولكن شعار هجن الرياسه مع المستحيل، مع المستحيل، مع الشاهينيه على الصداله والمقدمه مع المركز الاول، سلام لشعار هجن الرياسه، سلام هناك ايضا، سلام للمتابعين والمشجعين والمراقبين لهذا الشعار هنا ايضا، وتهانينا والناموس لا ايضا المستحيل مركز ثاني، وصول من محملوله لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد انهيان، المركز الثالث مشكور لهجن الرياسه، المركز الرابع وصول من شاهينيه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد على المكتوم، والمركز الخامس ايضا شواهين لهجن الرياسه. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس ايضا على فوز الشاهينيه لهجن الرياسه وراشد بن محمد بالسم المنصوري الذي تواجد مع انطلاقه الشاهينيه والتوقيت الزمني. لحظات وصول ايضا الشاهينيه لهجن الرياسه وقاطع الخمسه كيلو مترات في زمن وقدره 7 دقائق 38 ثانيه، 7 اجزاء من ثانيه. تهانينا ايضا والناموس للمستحيل بينما المركز الثاني. لحظات وصول حملوله لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد انهيان، وايضا جمعه بن عتيق الرميثي يتواجد ايضا اعزائي المشاهدين. 7 دقائق 39 7 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس بينما المركز الثالث. لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك ايضا مشكوره لهجن الرياسه 7 دقائق 43 6 اجزاء من الثانية، فتهانينا والناموس للسيد عيسى بن احمد ومايد الخيلي، تهانينا والناموس جميع الفائزين.